حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر السكايب من عين ترمة بالتحديد مازن الشامي، مراسل وكالة قسيون في دمشق وريفها. مازن، مساء الخير، أهلا بك معنا. للشبكات إذا كانت مستمرة طوال اليوم في أطراف الغوطة الشرقية، وتم تصعيد القصف على محور بلدة عين ترمة بالتحديد، أنت هناك، ما الذي يجري؟ نعم نعم مساء الخير. يعني تقريبا منذ اقل من 5 دقائق هدأت الاشتباكات نسبيا على جبهه عين ترمة. طبعا اتى ذلك اليوم 26 على التوالي من اتفاق ضبط اليه عمليه منطقه خفض التصعيد. اليوم استطاع الجيش الحر المتمثل بفيلق الرحمن من صد جميع محاولات الاقتحام، وترك عنصر من ميليشيات ماهر الاسد المعروفه بالفرقه الرابعه. ايضا امس تم تنفيذ كمينين محكمين من قبل فيلق الرحمن، تم التاكد من قتل 45 عنصر في الكمين الاول، 15 قتيل، والكمين الثاني حوالي تقريبا 30 قتيل، جميعهم من عناصر ماهر الاسد. طبعا هذه الكمائن حصلت في منطقه المناشر وبالتحديد في حي جوبر الدمشقي. طبعا هذا كله يجري بالتزامن مع قصف عنيف بصواريخ الطارق. طبعا منذ الصباح وحتى اللحظه كان هناك سقوط لاكثر من 90 صاروخ الطارق ومئات القذائف الصاروخيه، يضاف الى ذلك يعني خراطيم تي. اليوم كان هناك سقوط لأربع خراطيم تي تي. هذه الخراطيم عندما تسقط حقيقة يعني تحدث دمار كبير في بلدة عين ترمة. طيب، ردت فعل المعارضة المسلحة على الأرض، كيف يعني يحاولون حماية منطقتهم، حماية المدنيين، ما ردود الفعل التي يقومون بها؟ طبعا في ظل القصف العنيف بصواريخ الارض، يعني يوميا يسقط اقل يوم 150 صاروخ ارض، يعني مما ادى لحالات نزوح كثيره للمدنيين الى المناطق الاكثر امانا كمدينه صقبه وحموريه وكفر بطنه. طبعا الوضع الانساني بات سيء، يعني لاحظنا اليوم ان الامم المتحده وروسيا ادخلت قوافل مساعدات انسانيه الى دوما، كان من المفترض ان تدخل هذه المساعدات للذين هربوا من تحت قصف النظام وروسيا الى المناطق أكثر أمانا. اليوم حقيقة يعني نلاحظ أن الأمم المتحدة تساعد في قتل المدنيين عندما منعت دخول المواد الغذائية. أشكرك مازن، شكرا لك على هذه المداخلة. مازن الشامي، مراسل وكالة قسيون في دمشق وريفها، كنت معنا عبر السكايب إذن من عين ترمة، شكرا لك.